بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذه يا أحبتي كلمة موجزة نلقيها أو ألقيها بين يدي المصلين والمعتمرين، سائلا الله تعالى أن ينفعني وأن ينفعهم بها. وهذه الكلمة تتعلق بأصل عظيم من أصول الإسلام، وهي الإمامة، الإمامة العظمى وما يتعلق بها من حقوق وواجبات. ثم آثرنا أن نجعل هذه الكلمة بعنوان حقوق الراعي والرعية في ضوء الكتاب والسنة. ومن المعلوم أن العلم بالشيء فرع عن تصوره، فلا بد من تقديم حتى يتبين لنا المعنى اللغوي والاصطلاحي حين نقول راع ورعية. والرعي أو كلمة رعى تأتي في لغة العرب بمعنى الحفظ والصون والائتمان، الحفظ والصون والائتمان. فأقول فلان رعى المال، إذا أعطيت مال رعاه بمعنى حفظه وصانه. وربما كان الرعي في الأمور المعنوية لا المادية، أعطيته سرا من أسراري فقلت فلان رعى سري، بمعنى أنه حفظه وصانه. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح، إن قلنا الراعي والرعية، ما المقصود بالراع؟ فنقول الراعي هو كل من ولاه الله تعالى أو ولي على أمر من أمور الخلق. هذا المقصود الاصطلاحي من معنى الراعي. فهناك راع وهناك رعية. والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، حتى الخادم. فقال والخادم راع ومسؤول عن مال سيده، وهو مسؤول عن ما استرعاه الله تعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انتهى الحديث. فلذا كانت معنى، إذا قلنا الراعي بالمعنى العام، فإن كل إنسان هو راع، كل إنسان هو راع، كل مخلوق هو راع، لا بد وأن يكون قد ولي على شيء. فالرجل راع على أهل بيته، على زوجه، على أولاده، على بناته. المرأة راعية أيضا في بيت زوجها، على أولادها، على ما استرعاه الله تعالى عليه من خدمة البيت وتنظيفه ونحوه. وكذلك الرجل في عمله، إن كان مديرا أو إن كان رئيسا، فهو راع ومسؤول عن إدارته. لكن إذا قلنا الراعي بالمعنى العام، فإن المقصود بها الإمامة العظمى،
ولها اصطلاحات كثيرة، إما بمعنى الملك أو الرئيس أو الأمير أو السلطان. فهذه هي الرعاية العظمى، ولذلك تسمى الإمامة العظمى. ولعظم هذا الأصل، أي ما يتعلق بالراعي والرعية وحقوقهما، فإن أهل العلم قد أفردوا هذا الأصل بالتصنيف، بمعنى ألفوا فيه مصنفات خاصة ما يتعلق بالراعي والرعية. من ذلك، من هذه الكتب التي صنفت، كتاب النصيحة للراعي والرعية للإمام التبريزي، ألف لهذا الغرض، وكذلك ما ألفه ابن تيمية، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وهو كتاب مستقل ألفه في هذا الأصل. وأيضاً ألف مؤلفاً خاصاً أو سماها قاعدة في وجوب طاعة الله ورسوله وأولي الأمر. إذا كان الأمر على ذلك، وعرفنا معنى الراعي، وهي أن المقصود بها إذا أطلقت المقصود بها الإمامة العظمى، فإن الشريعة قد جاءت أيضاً لهذا الأصل فقررته وبينته وجعلت حقوقاً للراعي وللرعية. لكن أيضاً قبل ذلك لا بد أن نشير أن كافة العقلاء، عقلاء بني آدم، مسلمهم وغير مسلمهم، يتفقون على ضرورة أن يقود الأمة وأن يقود الناس وأن يقود المجتمع إمام، بمعنى يكون هو القائد لها، وإلا كان المآل إلى الاحتراب والاقتتال وسفك الدماء. وأحسب أن من تتبع أخبار بعض الدول وجد هذا مصداقا، ومن تتبع التاريخ، كتب التاريخ وما تضمنته، يجد ذلك جليا واضحا. فإذا تقسيم الناس إلى راع ورعية لا يختص بالمسلمين، بل هذا يتفق عليه كافة العقلاء. فلا تجد مجتمعا ولا بلدا مسلما أو غير مسلم إلا ولا بد أن يكون له ثمة قائد يقوده، على اختلاف تسمياته، ربما يسمى سلطانا، ربما يسمى ملكا، ربما يسمى أميرا، ربما يسمى رئيسا أو نحوه. لذا جاءت الشريعة لهذا الأصل فبينته وقررته، ووضعت أيضا واجبات تتعلق بالراعي وواجبات تتعلق بالرعية، ونظمت الشريعة هذه المصالح الدنيوية والأخروية، فجعلت لكل واحد من الراعي والرعية حقوقا لا بد وأن يعرفها. وقولنا فيما سبق أو فيما قدمنا به عن ضرورة الإمامة، بمعنى لا بد أن يكون للأمة إمام يقودها، هذا جاء على لسان أهل العلم كافة. لذلك تجد في كتب أصول الدين، كتب أصول الدين كافة، كتب أهل السنة والجماعة، من الأصول العظيمة عندهم مسألة الإمامة، الإمامة العظمى. ولعلي أسوق بعض النقول وبعض النصوص عن أهل العلم فيما يتعلق بهذا، قبل أن نشرع في ذكر ما يتعلق بالواجبات والحقوق. يقول الإمام الماوردي الشافعي رحمه الله تعالى: إن الله تعالى جلت قدرته ندب للأمة زعيما خلف به النبوة وحاط به الملة
وفوض إليه السياسة ليصدر التدبير عن دين مشروع، وتجتمع الكلمة على رأي متبوع، فكانت الإمامة. وقلنا أن الإمامة هذا مصطلح، ويمكن أن تقول الملك والرئاسة والأمارة وقس على ذلك. فكانت الإمامة أصلاً استقرت عليه قواعد الملة، وانتظمت به مصالح الأمة حتى استتبت بها الأمور وصدرت عنها الولايات الخاصة، فلزم تقديم حكمها على كل حكم سلطاني. وفي هذا يسوق بيان عظم هذه المسألة، وهي مسألة الإمامة. ويقول الإمام أبو حامد الغزالي الشافعي: الخلق مضطرون، بمعنى ليس الأمر اختياري، لا بد منه وإلا ما تستقيم الأمور. هذا قولهم بالاضطرار، بمعنى أن الخلق يضطرون إليه اضطرارا، من الضرورات، تعد من الضرورات. الخلق مضطرون إلى إمام مطاع يجمع رأيهم، ولا يكون ذلك إلا بالبيعة من الأكثر، فمن خالف فالمخالفة حينئذ تشويش تثير الفتنة. لذا كما أسلفنا، هذا ما يتعلق بعظم أمر الإمامة. والإمام أو الراعي لا بد أيضا أن تكون له رعية. ثم نسوق فيما يلي الواجبات التي تتعلق بكل من الوالي أو الراعي والرعية. أولى هذه الواجبات التي تتعلق بالراعي أي بالإمام، وهو أداء الأمانات. والآية التي سأتلوها بعد قليل سماها ابن تيمية آية الأمراء، وسيتبين سبب تسميته لها بآية الأمراء، وهي قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ويقول قائل: ما شأن هذه الآية الأمانات، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، حتى سماها ابن تيمية آية الأمراء بمسألة الراعي أو الإمامة أو نحوها؟ ووجه الدلالة أن الإمامة العظمى أو الرئاسة أو نحوها من أعظم الأمانات المأمور بأدائها. لذلك نقول، يعني أهل الأصول يقولون: الأمانات ها هنا هو جمع محلا بالألف واللام تفيد العموم، فيدخل تحت هذا الأمر، الأمر بأداء الأمانات، كل الأمانات سواء كانت أمانات مادية أو معنوية. أعطيتك مالا قلت لك احفظه، هذه أمانة لا بد أن ترعاها. أتيت بابني عندك، ابني الصغير، وقلت انتبه له ريثما أطوف وأسعى، هذه أمانة. فهذه الأمانات أمانة مادية، وربما كانت أيضا الأمانات المعنوية، الأسرار. إذا احتفظتك أو أعطيتك سرا هذا أمر معنوي، لا بد وأن تحفظ الأمانة. ويدخل في هذا الأمر بحفظ الأمانات بأداء الأمانات الإمامة العظمى التي أمر الله تعالى الأمراء بأدائها. فيقول أهل التفسير: ووجه الدلالة الولاية العظمى أو الإمامة العظمى من أعظم الأمانات المأمور بحفظها. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في هذا الموضع: الأمانات كل ما اؤتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به،
لذلك سبق وأن ذكرنا في المعنى اللغوي أن الرعي أو رعى هي بمعنى الائتمان، فهذا معنى أورده أهل التفسير في هذا الموضع. فقال: الأمانات كل ما اؤتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به، فأمر الله عباده بأدائها، أي كاملة موفرة لا منقوصة ولا مبخوسة ولا ممطولا بها. ويدخل في ذلك أمانات الولايات والأموال والأسرار والمأمورات، ما أمرك الله تعالى به أيضا هذه أمانة، فإن الله تعالى أنزل هذا الكتاب، كتابه الكريم، وأرسل نبيه الكريم، ثم أورد هذه الشرائع وهذه الشريعة وأتمننا عليها، فهي أيضا تدخل في ضمن هذا الأمر الرباني بحفظ الأمانات. ووجه تسميتها أو وجه ما تسميته حين سماها ابن تيمية بآية الأمراء، يقول قال ابن تيمية: قال العلماء: نزلت الآية في ولاة الأمور، عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل، فهذان أي الأمانة أداء الأمانات والحكم بالعدل، فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة. إذن سبب تسميتها بآية الأمراء لأنها نزلت في حق ولاة الأمور حين أمرهم الله تعالى بأداء الأمانات على وجهها الأكمل. هذا الواجب الأول الذي يتعلق بالراعي. الواجب الثاني: إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن إقامة الدين وأمر الناس بالمعروف ونهي عن المنكر، وأقول إقامة الدين لا سيما الشعائر الكبيرة، إقامة الصلوات في المساجد وصوم رمضان، الحرص على تحري رؤية شهر رمضان وأمر الناس بصيامه، وكذلك الزكاة، وهو جمع الزكاة من أيدي الناس ثم توزيعه على الفقراء، وهذه الأصول فيما أعلم أن أغلب الدول تقوم بها، أو كثير من الدول ومنها بلدنا هذا المبارك يقوم به. وكذلك الحج، إقامة فريضة الحج وتحري رؤية الشهر وتهيئة الحج للناس، فهذا من أعظم ما يقوم به الوالي أو الإمام الأعظم. فقال: وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر من أعظم حقوق الرعية على الولاة، وهذا هو الأصل الثاني الذي وضع من أجله الملك والولاية، وهو حفظ الدين الذي ارتضاه لعباده. وفي ذلك يقول الله تعالى فيما يتعلق بهذا الأصل: الذين إن مكناهم في الأرض، بمعنى أعطيناهم الولاية والحكم والحكمة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. ووجه الدلالة أن ولاة الأمور قد مكنهم الله تعالى في الأرض وأعطاهم هذا السلطان، فلذلك كان من الواجبات عليهم أن يقيموا هذه الشعائر، لا سيما الشعائر العظمى كالأذان وإقامة الصلوات وإيتاء الزكاة وحج البيت ونحوها من الفرائض، هذه التي لا يمكن أن تقام إلا إذا كان ثمة إمام له كلمة وله سلطة في حفظها وإقامتها. ثم كذلك
من الواجبات التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، حث الأئمة عليهم، حث الأئمة على رعيته، وهو الرفق بالرعية، أن يرفقوا برعاياهم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مبارك لمن وفق لهذا الأصل، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي بشيء فرفق بهم فارفق به. فهذا دعاء من المصطفى صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأئمة الذين إذا ساروا على هذا الدرب ورفقوا برعيتهم كان هذا الدعاء الكريم من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حقهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ريب أنه مستجاب الدعوة. وهذا مما أيضا يذكرنا بالحديث الصحيح العظيم أن النبي صلى الله عليه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم إمام عادل. فإنها من أعظم الكرامات التي يمكن للأئمة أن يحصلوا عليها بهذا الأصل. ثم الواجب الرابع تطبيق شرع الله عز وجل والحكم بما أنزله الله تعالى، فإن هذا من حقوق الرعية على الإمام أو على الولاة أن يقيموا شرع الله عز وجل وأن يحكموا كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يتركوا كل ما خالف ذلك. والدليل على ذلك قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وأن احكم بينهم بما أنزل الله. يقول المفسرون في هذه الآية، قالوا: هذه الآية تدل على أنه إذا حكم، أن الإمام إذا حكم، وهذه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى أن يدخل تحته ولاته ونواب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أئمة المسلمين، فإنه هذه الآية تدل على أنه إذا حكم فإنه يحكم بينهم بما أنزل الله من الكتاب والسنة. ودل على هذا، ودل هذا على بيان القسط، وأن القسط الذي تقدم يعني في الآيات أن الله قال معنى القسط هو ما شرعه الله عز وجل. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله. وأيضا في قوله تعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. والقسط هو العدل، والعدل والميزان جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود بالقسط ها هنا هو الكتاب والسنة، فاحكم بينهم بالقسط أي احكم بينهم بالكتاب والسنة. هذا ما يتعلق بالحقوق والواجبات التي ينبغي على الأئمة مراعاتها. وأيضا فإن لهؤلاء الأئمة والولاة أيضا حقوقا أوجبتها الشريعة وأوجبها الكتاب والسنة. ولا بد كذلك كما أننا أصغينا وعرفنا الحقوق التي ينبغي أن تحصل للرعية من الراعي، فكذلك للراعي حقوقا أوجبها الله تعالى وأوجبها رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الحقوق ما ترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قد بينها في كتابه الكريم،
وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعظمها البيعة، بمعنى لا بد وأن يكون في عنق كل مسلم بيعة لإمامه، ويحذر المؤمن، أقول أنا لا والله ما أحذر، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، صلى الله وسلم وبارك عليه. فإذا لا بد أن تبايعه، وليس المقصود بالبيعة ترسل له خطاب، يكفي يكفي أن تنوي بقلبك أن هذا إمامك وهذا رئيسك وهذا ملكك وله السمع والطاعة. فإذا أعظمها هو البيعة، ومن لوازم هذه البيعة السمع والطاعة، أن يسمع وأن يطيع فيما عدا معصية الله عز وجل، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم ذكروا من مقتضيات هذه البيعة وجوب النصح لولاة الأمور والدعاء لهم، لذلك الإمام أحمد يقول: والله لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام للأمير. صحيح، لا شك في ذلك، لو كانت لي دعوة مستجابة، ما يدعو لنفسه، قال لو كانت لي دعوة وأعرف أنها مستجابة لجعلتها للإمام للأمير، وذلك لأن الأمير إذا أصلحه الله تعالى صلحت الرعية، وإذا وفقه الله تعالى سعدت الرعية. فلذلك من مقتضيات هذه البيعة، إذا قلت أنا أبايعه، أن تدعو له، أن تدعو له بالتوفيق والسداد، وهذا منهج أسلافنا رحمهم الله تعالى. ثم من مقتضيات هذه البيعة أيضا عدم أو تحريم الخروج عليهم، بمعنى الخروج عليهم على وجه يثير الفتنة برفع السلاح أو إنشاء مجموعات أو نزع عصا الطاعة ونحوها، فأيضا هذه من أصول أهل السنة، وهذا الأصل يندرج فيه سواء كان الأئمة أو الولاة صالحين أم كانوا غير صالحين، لا يجوز الخروج عليهم، لأن في الخروج عليهم من الفتنة ما الله تعالى به عليم. الخروج على الأئمة ورفع السلاح يسبب من الفتن والضغائن والاحتراب والاقتتال ما يعرفه من قرأ التاريخ، وإن لم تقرأ التاريخ فإن الشواهد التي تحيط بنا دالة على ذلك. لذلك قرر أهل السنة من أصول أهل السنة أنهم الصبر من مقتضيات البيعة، أيضا أن تصبر على هؤلاء الأئمة وعلى ما يقع منهم، فإن الصبر هو أخف ضررا من إثارة الفتنة ورفع السلاح والخروج عليهم. لذلك يعني من هذا الأصل العظيم: حسبك أن الله تعالى أنزل فيه آية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، آية تتلى إلى يوم القيامة، فجعل طاعة ولاة الأمر ها هنا، وولاة الأمر ها هنا المقصود بهم الأمراء والرؤساء، ويدخل أيضا فيه على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، يدخل فيه العلماء، فإنهم ولاة أمر من هذا الباب. فأمر الله تعالى بطاعتهم، يقول ابن تيمية: طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وكذلك طاعة ولاة الأمر، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر فأجره على الله عز وجل، ومن كان لا يطيعهم، أي لا يطيع ولاة الأمر، إلا لما يأخذه من الولاية، يعني بمعنى المصالح فقط، للمصالح والمال، فإن أعطوه أطاعهم
وإن منعوه عصاهم فهذا ما له في الآخرة من خلاق. انتهى كلام ابن تيمية. بمعنى أن الطاعة التي أمرك الله تعالى بها لا تقتضي مصلحة، ما هي مصلحة، يعني بمعنى والله أنا مصلحة عندي مصلحة، يأتيني مال إذا أطيعه، إذا لم يعطني فأنا أعصيه وأخرج عليه. فإن الله عز وجل جعل هذه الطاعة قرينة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نكرر ما ذكرناه سابقا أن هذه الطاعة أي طاعة ولاة الأمر ما لم يكن في معصية الله عز وجل، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن كل أمر يأمرك به الإمام حتى وإن كان مباحا، يقول بعض أهل العلم حتى ولو كان مباحا فإنه بطاعة بأمر ولي الأمر يصبح هذه الإباحة في درجة الواجب. يعني أمرك بشيء مباح ألزمك به، هو مباح في الأصل، لكن لما أمرك بلا سيما إذا كان الأمر أمر تحضيض وإلزام فإنه يصبح واجبا. وكذلك من مقتضيات البيعة أو من حقوق الأئمة لزوم أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة هما هنا بمعنى أهل الحل والعقد من العلماء وعقلاء الناس، أهل العلم ومعروفون. فإن المرء يلزمهم ولا ينبغي، وينبغي أن يلزم الجماعة وألا يفارق الجماعة. والمقصود كما أسلفنا بالجماعة هم أهل الحل والعقد من العلماء والعقلاء وغيرهم. ولعلنا نسوق بعض الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم في مسألة لزوم أهل السنة والجماعة وطاعة ولاة الأمور وترك الخروج عنهم من ذلك أو من هذه الأحاديث. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وأيضا من كلام الأئمة رحمهم الله تعالى، وهم كانوا أشجع الناس، لكنهم إذا جاءوا في هذا المقام عرفوا أن الخروج على ولاة الأمر ونزع يد الطاعة فيها من الفتن وفيها من الاحتراب ما فيه. فهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى فإنه قد أوذي في مسألة خلق القرآن وسجن وضرب. فيقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية ولا يحل، وهذا تتم لكلام الإمام أحمد، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وأيضا جاء عن علي بن المديني وهو من كبار أئمة الحديث رحمه الله تعالى يقول: ثم السمع، أي من أصول أهل السنة، ثم السمع والطاعة للأئمة وأمراء المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس ورضاهم، لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا وعليه إمام برا كان أو فاجرا، فهو أمير المؤمنين، والغزو مع الأمراء ماض إلى يوم القيامة، البر منهم والفاجر لا يترك،
وقسمة الفيء وإقامة الحدود للأئمة ماضية ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن عمل ذلك فهو مبتدع ضال. وكذلك هذا أصل ذكره الإمام الطحاوي الحنفي رحمه الله تعالى، وأحرص على تنويع يعني هذه الأصول من كافة المذاهب حتى لا يظن أن هذا خاص بمذهب دون مذهب. الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته يقول: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا أي إن ظلموا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى وهو يحكي مذهب أهل الحديث في الاعتقاد: وأهل الحديث لا يرون الخروج عليهم أي على الأئمة بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل، بمعنى لم يعدلوا ومالوا إلى الجور، فإنه أيضا لا يجوز الخروج عليهم. ونختم أيضا من هذه النقول ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم. ثم أيضا من الحقوق النصح لولاة الأمور، فإن من صفات المؤمنين والمؤمنات في كل مكان وزمان أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، أي قادتهم وكبراءهم ورؤساءهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويقول أهل العلم في هذا المقام شرحا لهذا الحديث: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فتكون بمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين. هذا المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم: النصيحة لولاة الأمور وترك الخروج عنهم عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم. قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: ومن النصيحة لهم أي لأئمة المسلمين الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم، إذا كان يجمعون الزكوات فأداء الزكاة إليهم، وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة، وأن يدعى لهم بالصلاح، إذا كانت الدعاء أن يدعى لهم بالصلاح. وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء أي الولاة. ولعلنا ذكرنا سابقا في مسألة النصيحة لأئمة المسلمين وإبلاغهم بالنصيحة، وما زال أهل السنة وأهل الحديث ينبهون على أن النصيحة لا بد أن تكون برفق ولين. النصيحة يعني إذا كانت لعامة المسلمين ينبغي أن تكون برفق ولين. عامة الناس ما يتقبل النصيحة إذا جئته بغلظة وشدة. فمن باب أولى كبار القوم وأئمتهم إذا أراد النصح ف
فينبغي أن تكون النصيحة باللين والرفق. فلذلك كان منهج أهل السنة هو الترفق في النصيحة لولاة الأمر. يقول أهل العلم: وأما ما قد يقع من ولاة الأمور من المخالفات التي لا توجب الكفر والخروج على الإسلام، فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس، واعتقاد أن ذلك منكر من المنكرات الواجب إنكاره على العباد، وهذا غلط فاحش. وهذا الإمام السفاريني ذكره في الدرر السنية، قال: وهذا بمعنى تشيع الأخطاء، أخطائهم في المجالس لما فيه من تأليب القلوب على الإمام. قال: وهذا غلط فاحش وجهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا، كما يعرف ذلك من نور الله قلبه وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة الدين. ومن هذا أيضا أن تكون النصيحة أيضا ما أمكن أن تكون في السر، بمعنى لأن الفرق بين النصيحة، أحيانا بعضهم يقول: والله هذه نصيحة، الله أعلم بها، هل هي نصيحة أم أردت التشهير؟ لأنك حتى لو أردت أن تنصح أحد المسلمين فيتأخذ على جنب، لكن لو قلت: يا فلان أنت كذا وكذا وكذا، تقول: هذه نصيحة، الله أعلم، قد يكون تشهيرا، أردت به التشهير. لكنك إذا أخذته على جنب ثم ناصحته فهذا قطعا من باب النصيحة. قيل لأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما: لو أتيت فلانا، يا عثمان بن عفان، فكلمته قال: إنكم لترون أني لا أكلمه. أنتم يعني تظنوا أني ما أتناصح معه، لأن عثمان يعني في خلافته رضي الله تعالى عنه. أترون إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، يعني لا بد إذا ناصحته وكان لا بد أن أسمعكم أقول لكم: ترى أنا قلت له كذا وكذا، دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه. ما أراد أسامة بن زيد وهو صحابي كريم رضي الله تعالى عنه أن يكون باب النصيحة جهرا وتشهيرا. قال: أتريدون أن، يعني إذا تقول لما تكلم الإمام عثمان، قال: يعني إذا كلمت لابد أن أخبركم أقول لكم: ترى أنا كلمت وناصحت، أتريدون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتح، لا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. فإن هذا فيما يظهر هي طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنهم كانوا يتناصحون في السر. يقول الإمام النووي تعليقا على هذا الكلام: قوله أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه، قال: يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ، كما جرى لقتلة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وفيه الأدب مع الأمراء. قتلة عثمان عليهم وزر دمه إلى أن تقوم الساعة، فإنهم جاهروا بالإنكار عليه. وهذا الفرق بين أسامة بن زيد وبين قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه. يقول النووي: وفيه الأدب مع الأمراء واللطف بهم ووعظهم سرا وتبليغهم ما يقول الناس فيهم، وهذا كله إذا أمكن ذلك، بمعنى أن يكون الوعظ والنصيحة سرا ما أمكن ذلك. ثم نختم هذه الكلمة أيضا بكلام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وهي آخر ما يتعلق بهذه الكلمة. بيّن فيها، وهذا الذي كان يسير عليه الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين وكذلك كبار أهل العلم في هذه الديار، فإنهم يسيرون على هذا المنهج، وهو منهج السلف. يقول، وهو منهج أيضا أهل السنة والجماعة،
يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكره على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفتنة والفوضى وعدم السمع والطاعة. يعني كده والآن يعني أضحت، يعني ما المنابر ربما كان زمن الشيعة الآن أضحت، يعني مواقع التواصل ونحوها، لأن هذا التشهير مرده إلى أن توغر صدور الناس على هذا الإمام، وما في فائدة من ذلك، يعني لا فائدة ترجى من ذلك. يقول الشيخ: فإن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع، ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليهم، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به أي بالإمام حتى يوجهه أو يرشده إلى الخير. ثم بين رحمه الله تعالى شيخ عبد بن باز المنهج الآخر الذي يسلكه الخوارج، أو إن لم يكن هو سبيل الخوارج لكنه في نهاية المطاف يؤدي إلى الخروج على السلطان. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: ولما فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمان عثمان، لأنه في زمن عثمان يعني أعلنوا الإنكار وألبوا الناس ووغروا الصدور حتى أدى ذلك إلى الخروج على الإمام الذي فضله النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه أن حكمه عليكم بسنة، أن سنته ينبغي أن تتبع، ومع ذلك ما سلم رضي الله تعالى عنه من هؤلاء الأشرار، حتى عثمان على أن سنته سنة متبعة بلسان النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنة وسنة الخلفاء، ومع ذلك لم يسلم منهم رضي الله تعالى عنه. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز: ولما فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمان عثمان وأنكروا على عثمان علنا، تأججت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية، وقتل عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما بسبب ذلك، بسبب الخروج على الأئمة وتوغير الصدور وإعلان والتشهير بالنصيحة. قال: وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بسبب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا، حتى أبغض الكثيرون من الناس بسبب ذلك ولاة الأمر، فوقعت هذه الفتن العظيمة بينهم. انتهى كلامه. وبانتهاء كلام هذا العالم رحمه الله تعالى ننهي هذه الكلمة الموجزة التي تتعلق بحقوق الراعي والرعية في ضوء الإسلام، في ضوء الكتاب والسنة، سائلا الله تعالى أن ينفعني وأن ينفعكم بها، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يعين ولاة الأمر على عزة الإسلام والمسلمين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.